أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بكم في اسم الرب يسوع وحلقة جديدة وحراس على الأسوار. نشكر رب لأنه بيباركنا في كل مرة، وفي كل مرة بيسمع صلاتنا وبيدينا نفوس كتيرة في البلاد اللي بنصلي لأجلها، حتى لو كنا مش شايفينها بس حاسين إن الله سامع كل الصلاة وبيتمجد فيها. قبل ما نبتدي الحلقة بتاعتنا، بيعز علي قوي أني أقدم أحر التعازي بالنيابة عن نفسي، بالنيابة عن قناة الكرمة، بالنيابة عن الأخ صامويل استفانوس في عمود كبير جدا في قناة الكرمة، الأخ جمال بنيامين، مش بس في قناة الكرمة لكن في كاليفورنيا كلها. فعلا كان نموذج لسيده الوديع الهادي المحب الذي يعمل أعمال رائعة في الخفاء ولا يريد أن يشكر من أحد بل من السيد فقط. صلاتنا بتعزية خاصة الأخت ليلى والأجل جان ومجدي، الرب يحسن إليهم ويديهم سلام ويكمل عمل الأخ جمال فيهم في اسم الرب يسوع، وينظر لصلاة قناة الكرمة إن الرب يعوض القناة بأشخاص من هذه النوعية الرائعة التي أحبت السيد من كل القلب. أحبائنا، عايزة أقدم للكل تهنئة وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. بكرة عيد الشكر في أمريكا وفي بعض الدول الأخرى، هو بيختلف من مكان لمكان لكن هو في أمريكا بكرة إن شاء الله. وعيد الشكر الناس كلها تعودت إنها تاكل وتشرب والأسر تتجمع وتبقى في فرحة معينة، لكن اللي أحلى من كده إن يكون الله بيرى قلوب شاكرة بمعنى الكلمة، قلوب تعرف أن تشكر بحق. عشان كده النهاردة عنوان الحلقة شاكرين كل حين، كل حين، مش شاكرين المغلوب على أمرهم اللي يقولوا نعمل إيه، ما عندناش حاجة نعملها نشكر ربنا، ده مش شكر يرضى الله، لكن شكر من كل القلب على كل شيء كل حين. عايز أقرأ معاكم آية واحدة في أفسس 5:20، بتقول كده: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. محتاجين يكون لنا قلوب شاكرة بحق وحقيقي، يكون الله بيشوف روح الشكر فينا في الأمور الصعبة قبل السهلة. أهلا بيك يا أسيس ماجد، سعيدة أن حضرتك جيت، حمد لله على سلامتك من السفرية بتاعتك، الرب يباركك. كان وقت رائع جدا في مصر وفعلا رب. مبارك شعبي مصر، هللويا. وبشكر رب لأجل حياة الأخ جمال بنيامين، معروف في كنيستي في اسكندرية حتى كل الناس تعرفه، وإنسان رائع جدا، خدم الرب بكل قلبه وبتواضع ومحبة، كل أمانة. بنصلي الأخت ليلى والأولاد، الرب يعزيهم ويسندهم ويسندهم. السما فرحانة بيه طبعا، احنا زعلانين لكن السما فرحانه، وهو فرحان بسيده، وهو فرحان بالسما طبعا اللي اكرمه في الارض. امين. ودلوقتي أمين. بيشوفه عيانا. امين. يا للرب. صح كده، يدينا رب الاستعداد. ربنا يباركك يا اختي. ايه اللي على قلبك انك تشكر الرب بيه؟ على قلب ان الايه اللي قريتيها حضرتك، يعني اشكره كل حين على كل شيء، يعني كل حين وعلى كل شيء. الرب عاوز قلوبنا تشكر. يمكن مرات بنشكر لما يعني حاجة تحصل بس، لكن الرب عاوزنا دائما نكون في حالة شكر كل حين. وانا على قلبي قصة، القصة المعروفة في لوقا 17 بتاعت الأبرص اللي جه ليسوع جاسيا وحصل فيها شوية حاجات حلوة قوي. يعني هنا بيقول لي وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل قرية استقبله 10 رجال برص. البرص مرض خطير جدا مميت طبعا، مش البهاء البقع الجلدية، لكن البرص ده مرض بيتسبب في تآكل الأطراف، والإنسان الأبرص بيكون دايما في حالة انعزال عن المجتمع، عن أولاده وعن مراته،
عن أي حد بيحط بحسب الشريعة تراب على راسه ويصرخ من بعيد نجس نجس طبعا، محدش يقرب مني. فكانت حالتهم صعبة جدا جدا جدا. لكن سمعوا إن يسوع جاي من بعيد، سمعوا فرفعوا صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم. يعني مش رجع يمجد عادي، بصوت عظيم، يعني جاي بصراخ عظيم. يمجد يمجد يمجد، وصوته عالي جدا جدا. وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ولم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس. ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. مجدا للرب، هللويا. الشكر مهم جدا. وأنا شايف هنا أن الراجل ده هو والعشرة أطاعوا الرب، قال لهم اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة. فأطاعوا، والطاعة دي دليل على الإيمان. الإيمان يولد طاعة، والطاعة ولدت معجزة. حصل معجزة أن العشرة طهروا، والمعجزة جلبت الشكر. الشكر والامتنان. لكن التسعة انشغلوا، والعاشر رجع عمل حاجة جميلة جدا. رجع يصرخ بصوت عظيم يمجد الله، وخر عند وجهه وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. يمكن وانا بدرس الموضوع ده لقيت فيه سبع كلمات في الكتاب المقدس في العهد القديم عن الشكر. في كلمة اسمها تودا يعني شكر، في كلمة اسمها براخ أو براك يعني يبرك وينحني ليشكر، كلمة اسمها تهيلة معناها تهليل بفرح، كلمة هلال معناها يهلل بجنون، كلمة يدا معناها يرفع يديه للشكر، كلمة تاني معناها زمار يعني يغني، كلمة سبعة اسمها شباخ أو شباء سبح معناها يسبح. يهلل ويسبح بصوت عالي، بصوت عالي. فالسبع أمور عن الشكر في العهد القديم حسيت إن الرجل ده عملهم. رجع من بعيد وبصوت عالي يمجد الله، وخر على وجهه، سجد على وجهه يبرك كما يبرك الجمل، ثم شاكرا ورفع صوته وشكر الرب على المعجزة اللي حصلت في حياته. وأنا بشجع نفسي وبشجع كل واحد النهاردة إن يشكر الرب. إن كنت حتى لو أنت بتنتظر معجزة، اتحرك بالإيمان. الكتاب قال لهم اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة، وفيما هم منطلقون طهروا، كلهم طهروا. يمكن الرب عاوز منك تعمل حاجة واحدة بس، إنك تتحرك في اتجاه معين عشان المعجزة تحصل. عايزك تعطي عطاء معين عشان المعجزة تحصل. عايزك تغفر غفران معين عشان المعجزة تحصل. ولما المعجزة تحصل هتتفك، وهتلاقي نفسك غير متذمر، هتلاقي نفسك بتشكر الرب وتعبد الرب. فأنا بشكر الرب النهاردة من أجل كل إحساناته، من أجل محبته، من أجل غفرانه، من أجل نعمته، من أجل سلامه، من أجل وعوده أنه مستمر معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. طب اشكر لنا بترنيمة بقى. أمين أمين. هللويا. مجدا للرب. الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب باركي، باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب باركي.
الذي يغفر كل آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، ومن الحفرة يفدي حياتك، والرحمة دوما يكللك. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي. الذي يشبع بالخير عمرك، فيجدد كالنسر شبابك، الذي يملأ احتياجاتك. باركي ربك يا نفسي، باركي باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. باركي 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 يا نفس الرب، باركي باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي. باركوا الرب يا كل أجناده، في جميع مواضع سلطانه. باركوا الرب يا كل أملاكه، في جميع مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، باركي. امبارح الصبح كنت بحب اطلع فوق الجبل شويه يعني، وعامل زي مسبح صغير، بحط حجاره كل يوم، ومسكت كذا حجر كده، عايز اشكر الرب على حاجات كتير، بس وانا ماشي في السكه نسيت نسيت الحاجات اللي انا هشكر الرب عليها. فلقيت نفسي بقول لا تنسي، لا تنسي يا نفسي، باركي يا نفسي الرب، ولا تنسي كل حسناته. وحلو جدا الواحد يكلم الرب، يكلم نفسه كمان، قول يا نفسي افتكري، يا نفسي يا نفسي تذكري. صح. في حاجات كتير الرب عملها معانا جدا وبننساها، لكن يا رب انا بشكرك النهارده. هللويا. لاجل كل الحاجات اللي انا ناسيها يا سيدنا الرب. يا حبيبي. اشكرك يا رب لاجل الاختبارات القديمة والاختبارات الجديدة. أشكرك يا رب لأن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. أشكرك يا رب لأن وعدك واثقا بهذا عينه، أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا هو يكمل إلى يوم يسوع المسيح. مكتوب ينبغي لنا أن نشكر كل حين على كل شيء يا سيدنا الرب. يا رب النفس اللي بيملانا بنشكرك عليه النهاردة. يا رب البيت اللي بيغطينا يا سيدنا الرب بنشكرك عليه. مبارك يا رب. اسمك يا رب. كم من أشخاص هوملس، كم من أشخاص ليس لهم القوت اليومي، لكن نشكرك يا رب على كل شيء. نشكرك لأجل غفرانك لخطايانا، نشكرك لأجل تجديدك يا رب لصحتنا، نشكرك لأجل الخير والرحمة اللي بيتبعاننا كل أيام حياتنا. يا نفسي تذكري، يا نفسي لا تنسي إحسانات الرب، لا تنسي يا نفسي إحسانات الرب. باركي يا نفسي الرب، ولا تنسي كل حسناته. مبارك اسمك يا رب إلى الأبد.
ليك الكرامه وكل المجد. هللويا. امين. مبارك اسم الرب. اهلا بك يا اخ فادي، الرب يباركك ويستخدمك. اهلا بك يا اخت سلوى، واهلا بالاسيس ماجد وبكل المشاهدين. انا فرحان جدا ان انا اكون باجي وبنحتفل مع بعض بعيد الشكر، والرب يباركك. أدي كلمه شكر رب النهارده. يس يس. احبائنا، احنا النهارده هنصلي لاجل الكاميرون ولاجل ليبيريا في افريقيا. والكاميرون عدد السكان هناك 26,766,000. 26 مليون يعني 27 مليون إلى ربع. فيهم حوالي 85.5 مسيحي، فيهم حوالي 40% أسفة جدا مسيحيين، وفيهم 20% مسلمين، وفيهم 40% ديانات أخرى في قارة أفريقيا. أما عن ليبيريا فعدد السكان حوالي 5 مليون فقط، وفيهم 85% مسيحيين، معظمهم بروتستانت، في 7% من هؤلاء المسيحيين كاثوليك، وأقلية قليلة مسلمين، وأقلية قليلة ملحدين في ليبيريا، لكن معظم الدولة أو جمهورية ليبيريا مسيحيين. عشان كده إحنا النهاردة بالروح القدس هنروح لليبيريا وهنروح للكاميرون ونصلي هناك ان الرب يجعل كل عدد المسيحيين هناك مؤمنين قديسين بيكرموا الرب وبيخدموا الرب، والرب يكون ليه رساله حيه في حياتهم. امين. يبقى هنصلي الكاميرون، هنصلي ليبيريا في قاره افريقيا، وهنصلي ان تكون حياتنا هي حياه الشكر. يا ترى الأسيس جوزيف جه معانا ولا لسه؟ أسيس جوزيف، أسيس جوزيف معانا. أهلا بيك يا أسيس جوزيف، إحنا سعداء إن حضرتك معانا على الهواء. أنا يشرفني كتير خالص يا أختي إني أكون معاكم. الرب يباركك ويبارك حياتك. الرب يباركك. أسيس جوزيف، بصعوبة نشكر في الظروف الصعبة، صح كده؟ أيوه. إزاي يبقى عندنا قلب شاكر واحنا متألمين؟ ازاي؟ اشكرك كتير خالص على السؤال الصعب جوي 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 دوت. أيه. لاني انا عشته، ويمكن البعض يعرف ان انا بنتي قتلت على يد الارهاب من سنين طويله، وازاي كنت بقدر اقول للرب متشكرين او اكمل خدمتي بعد كده في ظروف زي كده. اختي، يعني أنا فخور بعمل رب المدهش. الموضوع مش شغل بشر أبدا. yes. لكن كثيرة هي أمانتك. نعم. وسط عالم مش مستقر، وسط ظروف صعبة، وسط الخراب والدمار، بصدق إن هو رب نعمة رفيق. أيوة. يدي قلب يرفع راية الانتصار على كل مواقع حزينة. أيوة. الدنيا بتبقى واجعة، صح، والدموع في العين، ورب تبص لدي بيجي يطبطب على كتفنا ويقول دي رسالة. وناس كتيرة بيقولوا ليه ربنا بيعمل كده؟ أنا طلعت باختبار وبقوله الله لا يصفعنا بل يصنعنا. صح. الله لا يعاقبنا بل يعانقنا. والبعض يعرف إن وادي عخور، وادي الموت، يتحول إلى باب رجاء. يس. ومكان الصحراء اللي شردت في يوم من الايام دم الطفله بنتي 12 سنه، النهارده مدينه عملاقه بتشهد عن عمل الرب الكبير خالص. yes. و ليس مثل الله يا يشون. ايوه ايوه. يركب السحاب في معونتنا في قلب الازمه، تبص لجيت جاي ويطبطب على الكتف ويفتح الابواب المجفله ويجي بالسلام. انا بشكرك يا رب، بشكرك. أيوه. وعامل حاجه في بيتي انا هنا، جبت برطمان نسكافيه من كام سنه فاتت، فاضي برطمان فاضي، وكل حاجه ربنا بيعملها معايا اروح كاتبها في ورقه صغيره، رصاصات ورق كده كرتون، واحطها في برطمان النسكافيه الكبير، وكل مره اقول له اشكرك. ادي في نهايه السنه او في احتفال الشكر زي بكره عندكم،
واروح مفضي البرطمان ده كله على الترابيزه واشكر ربنا، اطلع الاختبارات اللي انا كاتبها كل المواقف واقول له لا تنسي كل حسناتي. هللويا. زي ما كنا بنسمع الترنيمه دلوقتي. الخمس حاجات اللي رب عملهم في مزمور 103، فعلا انا بشكرك يا رب، بشكرك. وحتى اذا كانت الظروف صعبه، الدنيا معقده، حتى ان كان في كورونا حوالينا فيها، حتى اذا كنا فقدنا ناس، انا بشكر الرب لانه هو في جنب الازمه بيسيبنا، لكن هيجي يحط ايديه على كتفنا ويطبطب علينا. بشكر ربنا، بشكر ربنا النهارده بصفه شخصيه على اخويا جمال بنيامين. اتجابلت معاه مرتين عندكم في القرن. الراجل ده خلع قلوبنا هنا في مصر. يس. واحنا بنبكي لما سمعنا الموقف ده. لكن واختي ليلى وجون لكن انا حسيت في الدليل الاحساس ان كان من 7 شهور تقريبا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عامل احتفال كبير في مصر بينقل من المتحف الفرعوني الملوك الفراعنه 21 ملك وملكه فراعنه ووديهم لمكانهم الجديد في الفسطاط، وكان بيستقبل الملوك دي على مدى 21 دقيقه و10 ثواني. انا حسيت امبارح ان الرب بنفسه لكل المجد واقف في استقبال اخويا جمال بنيامين وبيهلل بيه. كنا احنا قلبنا بيتعسر وبكينا عليه، صح. لكن هو يبختيه لان الرب بنفسه استقبله. يا بختي يا بختي. يس. انا بهنيكم باحتفالات الشكر، وفي نفس الوقت في قلب الظروف الصعبه بهني اخويا جمال بالسماء، بهني العيله بتاعته يصنع في حياته ابطال زي اولاده ومراته يكملوا الرساله، وبصلي ان اولاده ربنا يديهم نصيب 2 من روحه ومراته باسم يسوع، يكملوا الخدمه الكبيره قوي اللي هيعملها رب بيهم في اسم يسوع. في اسم يسوع. امين. امين يا اختي. ربي يباركك يا قسيس. عايزين حضرتك تصلي لنا ان نحيا حياه الشكر ونكون بحق شاكرين كل حين من واقع تشكيل الرب وصنعه فيك يا قسيس جوزيف. باسم يسوع اشكرك يا اختي. انا على فكره شاكرين كل حين افسس 25. أيوة. انا رابطهم ببعض، عيالي يقولوها على طول، اطفالنا في مدارس الاحد الكل نسلم على بعض شاكرين كل حين افسس 25، يعني هللويا بالشاهد على طول. نشكر الرب. شاكرين كل حين افسس 25. يس. رب انا بعظم اسمه وهرفع عليته. كان عندنا احتفالات كبيره خالص الايام اللي فاتت لي كده، مجدا للرب. واحنا بنعلي اسم المسيح احتفالات تاسيس مدينه سوسنه. أيوة. وده الشهادة عن عمل الرب. خلينا نشكر الرب ونقول للرب ميرسي على كل اللي بتعمله معانا. هللويا. امين. يا رب بشكرك لانك صالح. انت هللويا. صالح. انت صالح. انت صالح. مبارك اسمك. انت صالح. انت صالح. انا بشكرك، بشكرك على كل حاجة سمحت بيها لحياتنا كانت صعبة، وبشكرك على كل حاجة ما حصلتش في حياتنا برضه ده كان لصالحنا، وكل أزمة مرينا بيها برضه ده كان لصالحنا، لانك انت هتحول الازمه لبركه وترفع الضغوط اللي بنعيشها لاعلام انتصار، وهنعلي رايتك لفوق ولفوق ولفوق يا رب، ونقول عظم الرب العمل معنا. نعم يا رب. وصرنا فرحين. شفناك يا رب، انت نعمه رفيق حبيبي ليك، انت رفيق رحلتي، رفيق الني، رفيق ظروف الصعبه. يسوع اشكرك اللي عملته معايا بتعمله مع ابطال في المجتمع المسيحي في الخدمه في العمل الكبير خالص. اشكرك لانك شافي امراضي وانقذي من سقطاتي، قائد خدمتي، مبارك اسمك، اعظمك لانك فعلا انت صالح. ايوه. بشكرك على الحريه. مين انا؟ مين انا؟ انا عشان تجيبني من قلب المزابل وتجلسني مع الشرطة. مين أنا؟ ليك المجد. مين أنا يا رب؟ أنت صالح. يحطني على طريق الحرية يا حبيبي، وترفع رايتك فيا. مين أنا؟ بشكرك يا رب. أنا بصلي من أجل كل حد تعبان، يا رب، كل حد مر بظروف صعبة، يا رب، كل حد بيمر بمرض جاسي، كل حد بيصرخ ويقول لا يزهر التين ولا يكون حمل في القلوب. أيوة يا رب. أيوة. المزاود لا تصنع يا رب. الدنيا وجعت. نعم. كل حاجة. أنا بشكرك لأني فعلا هتحولها للبهجة
لحظة كل اللي بيحصل دوت مع كل دوت أني أبتهج بالرب، هللويا، أعلي اسم الرب لفوق لفوق. أشكرك لأنك أنت بتحول مش مجرد احتفالات الشكر اللي بكره في امريكا اني اكل ونتجمع مع بعض كعائلات وناكل التركي مع بعض، لا يا ربي ده انت بتدور على ابطال يفتكروا ويتذكروا كل اللي عملته معاهم. يا ناس تعبت، يا ناس دخلت في كورونا، ويا ناس اتحطمت، يا ناس دخلت في حوادث وفي مشاكل. بنرفع رايتك اليوم يا رب ونقول لك مليون متشكر، مليون متشكر على اللي عملته معانا. بنشكرك، عشنا معاك الألم بس انت كنت فيها، عشنا الظروف الصعبة كنا بنلاقيك سندة لينا، كنا بنلاقيك البطل لينا، كنا بنلاقيك اللي بترفعنا. أشكرك يا رب على موت المسيح الكفاري، أشكرك لأنك أحط بينا، أشكرك من أجل البنوية اللي تتهنم ولا تنسي كل حسناتي يا حبيبي. ليك المجد يا رب، أشكرك حسن نفس الهوى، نفس الهواء اللي اديتهولنا. انا يا رب لما عشت انا وغيري وغير الكورونا ما كناش لاقيين نفس نشمه في الهواء، لكن سلطانك اديتنا حياه علشان نكمل مع بعض مشوار المجد. يا رب بصلي، بصلي اليوم بقوه جديده من اجل عملك الكبير اللي بتصنع في وسطينا، وبشكرك يا رب من اجل حراسه الاسوار، وبشكرك من اجل الخدام اللي اقمتهم للعمل دوت، وبشكرك يا رب من اجل افريقيا اللي حطيتها كمان على قلب اختي سلوى، وبشكرك عشان 58 امه وجزيره في قاره افريقيا. انت هتوصل للكل، هتخترق الاطوار في الدم الكريم، وسوف نصنع عجب، سوف توجد ايات وعجائب ومعجزات قادرون على امتلاكها، يا قادرون رب على امتلاكها. كل رب ارواح يا رب على البلاد دي في اسم يسوع، كل قيود تكسرها اسم يسوع. يا رب زي ما سمعت ان في 40% معتقدات تقليديه بتخرب، عبدة شيطان، قيود شيطانيه، اسحار، ناس بتكذب بالسحر. اشكرك لان احنا بنكسر هذه الارواح يا رب باسم يسوع. افتقد، تعالى بالزياره يا ابويا، افتقد يا رب، تعالى بالزياره. ايوه تعالى يا رب بالزياره للبلاد اللي طلبت ان احنا نصلي لها النهارده. بنصلي عشان كاميرون، بنصلي عشان ليبيريا. ايوه بنشكرك لانك اله التعويضات. وليبيريا يا رب اللي ضاعت سنين طويله واتدمرت وخربت لغايه 2005 في وسط الحروب الاهليه. انا بشكرك من اجل البلد دي بالذات، انت بدات تعوضها، والكنوز اللي موجودة الماس والذهب أشكرك لأن ده عملك وبتعوض. أنت أبطال يا رب الحلوين، أشكرك يا رب من أجل ليبيريا ومن أجل الكاميرون. يا رب بستودع بين إيديك، بستودع بين إيديك برنامج حراسة الأسوار يا رب، وبشكرك من أجل احتفالات الشكر كل اللي يجمعنا بكرة قدام يا رب المايدة اللي هنأكلها مع بعض. أشكرك تكون بركة ونعلي اسمك، مش مجرد قعدة وأكل وشرب، هنعلي الكلام باسمك يا رب يسوع، وتبتدي حفلاتنا برفع صلاه شكر، شكر لما صنعته معنا باسم يسوع. امين امين. مبارك اسم الرب. ربنا يباركك يا أسي جوزيف، ويبارك حياتك وخدمتك، ويواصل استثمار عمله فيك وفي كنيستك في اسم الرب يسوع. اهلا بيك مره تانية اخ فادي، وحابب تشكر الرب على ايه قبل ما تصلي لنا؟ أمين. أنا حابب أشكر رب على كل حاجة هو عملها معايا، كل حاجة هو عملها مع عائلتنا ومع بيتنا. مرة كنا بناخد دينر في وقت عيد الشكر أنا وغانيا، وبعد ما طلبنا في وقت بنستنى عقبال ما الأكل يجي وكده، فجبنا المنديل وقعدنا نكتب الحاجات اللي رب أحسن ليها بينا في السنة دي. فواحنا قاعدين اتفاجئنا ان احنا كان بقى 15-16 حاجه بنشكر عليها رب احسن الينا عليها. صحيح. غير الحاجات اللي نسيها. ده اللي فاكره طبعا، ده صحيح. الرب بيحسن الينا كتير كتير كتير، فاحنا محتاجين نعمل سفر تذكره زي ما كان بيعمل القسيس ماجد. نجيب ورقه وقلم كده ونقعد نكتب جوزيف. والقسيس جوزيف نجيب ورقه وقلم كده ونكتب قد ايه الرب احسن الينا، وقد ايه ان الحاجات الحلوه اللي الرب عملها معانا بتبني حجر معونه زي ما عمل صمويل. نقول يا رب انا بشكرك لانك انت بركتني، بشكرك لانك كنت معايا، بشكرك لانك حفظتني. صح كده. لكن في الكتاب لقيت حاجه حلوه جدا احنا بنشكر عليها رب، بنشكر رب على شخصه.
يس. فمزمور 45 واحد بيقول فاض قلبي بكلام صالح. هللويا. متكلم هللويا. أنا بإنشائي للملك. أيوة. لساني قلم كاتب ماهر. هللويا. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. هللويا. وأنا النهاردة لو أنت مش لقي أي حاجة تشكر عليها، أشكر رب على شخصه. النهاردة رب شخصه بذاته كده جه واتصلب وفداك وجيه علشانك، بيقولك أنا بحبك. لما تتأمل في الرب وتتأمل في محبته وتتأمل في سلطانه وتتأمل في كل إحساناته ليك، قلبك يفيد بالشكر زي ما قلبنا فايد بالشكر لكل حاجة حلوة هو عملها معانا. زي إن هو جه وحمل خطايانا وشال عننا أثامنا وشال أتعبنا. مش بس كده، لكن أشكر الرب على الخلاص. كولوسي 1:12 بيقول شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. زي أن رب أنقذني وجابني من الظلمة وشال عني كل خطاياي واداني حياة جديدة وبقيت ابن لله وبقيت واحد مع شريك مع القديسين. زي قاعدة حلوة زي اللي احنا قاعدينها دي، ان احنا كده شركة. وقاعدة حلوة زي اللي انت هتقعدها في بيتك او عند حد بكرة، والمؤمنين كلهم يتلموا حوالين بعض ويفرحوا بعمل الرب في حياتهم. ففرصة حلوة جدا ان احنا نكون ناخد وقت ونشكر الرب. في حاجة كان بيعملها الأسيس نبيل لما كنا بنجمع في اي لقاءات في عيد الشكر، يقول لكل اللي قاعدين قول حاجة واحدة تشكر عليها الرب. فانت وانت بكرة رايح عند حد قول حاجة واحدة أشكر عليها رب. شوف حاجة واحدة وتعدي على كل اللي قاعدين 20 أو 30 واحد، هتلاقي 30 حاجة تشكر عليها رب. أمين. نشكر رب كمان على المسلمات. كل واحد عندنا فيه في حياته مسلمات واخدها فور جرانتد. زي ما كان بيصلي الأسيس ماجد، بشكر رب على البيت اللي أنا بنام تحتيه، بشكر رب على الأكل اللي أنا باكله، بشكر رب على مراتي، بشكر رب على أولادي، بشكر رب على عربيتي، بشكر رب على شغلي، بشكر رب على لبسي، بشكر رب على كل حاجة هو أداني. لأن في ناس كتير مش لاقية أي حاجة من الحاجات اللي احنا عندنا دي. فنهاردة ما تاخدش الحاجات فور جرانتد كده، لكن أشكر رب على كل حاجة مسلمة في حياتك. اسم الرب. خلينا ناخد دقيقة كده ونشكر رب كلنا. أمين. مع بعض. أمين. تفضل. يا رب بنشكرك جدا يا رب من أجل كل إحساناتك. ماذا أرد للعلي من أجل كل إحساناته؟ يا رب بشكرك جدا يا رب على كل حاجة أنت صنعتها معانا يا رب. بشكرك يا رب لأنك كنت معانا كل الأيام، حملتنا كما يحمل الإنسان ابنه. هللويا. يا رب بشكرك لأنك أنت معانا، أنت أبونا، أنت رعينا يا رب. بشكرك لأن يا رب النهاردة يا رب عيد شكر وإحنا بنعظمك على كل حاجة أنت عملتها معانا. بشكرك يا رب لأن مكتوب كل الماضي بيشهد ليك وأمنتك ورعايتك لينا. يا رب بنشكرك لأن الماضي كله بيشهد يا رب أن أنت أحسنت إلينا، أن أنت أحضرتنا إلى هذا اليوم يا رب، أنك جيت بينا يا رب لحد النهاردة يا رب. بشكرك يا رب من أجل كل إحساناتك يا رب. مبارك. بشكرك يا رب من أجل محبتك لينا. بنشكرك يا رب من أجل فدائك لينا. بنشكرك يا رب لأنك أنقذتنا من الجحيم يا رب، أنقذتنا من النار الأبدية يا رب، ودتنا أن احنا نكون أولاد الله يا رب. بصلي يا رب النهاردة لكل واحد بيتفرج على البرنامج وكل واحد هيحتفل بعيد الشكر بكرة لسه ما عرفكش يا رب، خلي الوقت ده يا رب يكون وقت مقابلة معاك يا رب. وقت يا رب الناس يا رب تتقابل مع شخصك يا رب. الناس يا رب تشوف قد ايه انت عملت معاهم يا رب ويشكروك ويرجعوا ليك يا رب. لأنك بتقدم خلاص يا رب، لأنك بتقدم حرية، لأنك بتقدم محبة، لأنك بتقدم إنقاذ من الجحيم الأبدي يا رب. بشكرك لأن كل إحساناتك يا رب معانا يا رب. يا رب وفي الآخر يا رب بنقول لك يا رب صغير أنا عن جميع الأمانة التي صنعت مع عبدك. وأنا يا رب صغير جدا على كل يا رب إحسان أنت عملته معايا يا رب، وكل يا رب بركة أنت بركت بيها حياتي وبيتي وولادي يا رب. بشكرك لأنك بركتنا أن احنا نكون متجمعين من حولك في كل أنحاء العالم يا رب. فاسم رب يسوع بنشكرك ونقدم ليك كل السجود والحمد والتعبد يا رب. آمين. نشهد للجميع عن حبه البديع، نشهد للجميع عن حبه البديع، فهو صفوح ودوما سميع، فهو
صفوح ودوما سميع. نشكر كل حين إلهنا الأمين، نشكر كل حين إلهنا الأمين. من أنعم بالفداء الثمين، من أنعم بالفداء الثمين. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم. نعبد بخشوع حبيبنا يسوع، نعبد بخشوع حبيبنا يسوع، فهو يكفكف كل الدموع، فهو يكفكف كل الدموع. نسير في خطى نسترشد هداه، نسير في خطى نسترشد هداه، فهو الدليل ورب الحياة، فهو الدليل ورب الحياة. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. قرأت عن هيلين كيلر إنها كانت عمياء وخرصاء، لكن كتبت كده بلغة برايل بتاعتها، قالت أشكر الله من كل القلب لأني مش حاسة إني فقدت أي شيء، لأن مكسبي هو الرب يسوع، كلامه نور حياتي ومحبته نورت عيني، والكتاب بتاعه خلاني قلبي بيتكلم معاه على طول. دي هيلين كيلر، الخرصاء والعمياء، تشكر رب جدا انه نور عينيها ونور قلبها وخلى جواها يتكلم ويعبر تعبيرات غير عادية وترانيم رائعة كان قلبها يرنم بيها ويرتل الرب. علشان كده قل له علمني أشكر صح. أنا بصلي وبقول له علمني أشكر الشكر اللي يرضيك. كلمة أشكرك يا رب مليون مرة بتكون طالعة من الشفايف، بس مليون مرة، قلما إن القلب يقدم شكر فعلا حقيقي لله. يدينا رب نعمة إن قلوبنا تقدم الشكر قبل شفاهنا أحبائي، علشان الشكر ده يطلع ذبيحة حية يقبل رائحتها الله، رائحة عطرة في السماء. معانا
الأخ الفاضل الأخ رامي رجائي خادم الإنجيل من المنيا. أهلا بيك يا أخ رامي، سعداء أن حضرتك معانا كحارس على الأسوار ومتشفع لأجل الآخرين. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، مبسوط كتير أن أكون معاكم النهاردة. الرب يباركك. كل سنة وأنتم متباركين، كل سنة وأنتم شاكرين، كل سنة وأنتم شايفين إيد الرب بقوة في كل أمور حياتكم في اسم يسوع. أمين. والرب يباركك ويعطيك فوق ما تطلب وفوق ما تفتكر في اسم الرب في يسوع. إيه رأيك في ذبيحة الشكر اللي كتير بنقدمها بالأفواه لا بالقلب؟ ايه رايك يا اخ رامي؟ حاجه تزعل؟ مش هنلوم قوي على الناس اللي مش بتعرف تشكر او بتتكلم بالشكر من الفم بس مش من القلب. لانه اللي هيشكر من قلبه لازم يكون انسان اصلا في الاساس انسان شبعان رضا. لو انا مش شبعان رضا انا مش عارف اشكر. بالظبط. نصلي ان ربنا يملانا بالرضا، ولما هنكون مليانين بالرضا هنعرف نشكر من كل قلوبنا مش من افواهنا بس. الانسان كمان اللي عينه مفتوحه وشايف ايد ربنا وهي شغاله معاه هيعرف يشكر. مرات احنا ربنا بيعمل معانا امور واحنا مش واخدين بالنا واحنا مش شايفينها. وده بيخلينا في وقت من الاوقات احنا مش مدركين ان ربنا بيعمل معانا امور حلوه قوي، مش مدركين ان ربنا بيجي في اوقات ينقذنا من امور احنا عينينا ما شافتهاش. ده صحيح. الانسان اللي بيقرب كمان من ربنا بيتلامس معاه. فانا لو ما قربتش وما تلامستش مع الرب في الوقت ده انا مش هعرف اشكر. نصلي من اجل كل نفس بعيده. أيوة. ما قربتش من الرب، ما تلامستش مع الرب، لانه أيوة. لانه فعلا لو ما تقربتش وما تلامستش مش هتعرف تشكر. الانسان كده. اللي مدرك ان الرب صالح ويا الابد رحمته هيعرف يشكر. الانسان اللي مليان بسلام الله اللي بيفوق كل عقل هيعرف يشكر. مزبوط. لكن اللي بيفقد كل ده مش هيعرف يكون بيشكر من قلبه. لكن النهاردة هنكون بنصلي للنوعيات البشر اللي مش شاعرة بالرضا، اللي مش شايفة إيد ربنا، اللي مش قريبة من ربنا، اللي مش مدركة صلاح الله، اللي مش مليانة بالسلام، إن ربنا يعمل معاهم أمور جديدة، يفتح عينيهم، يبدأوا يدركوا ويعرفوا قد إيه رب قريب منهم ويعرفوا يشكروا بحق. أمين. أمين. ده معناه أن الإنسان اللي ساكن فيه الروح القدس بحقه حقيقي، الروح القدس بيخلي قلبي يفيض بالشكر، زي ما قرالنا الأخ فادي، فضى قلبي بكلام صالح. بكلام صالح. متكلم أنا بإنشائي للملك. ده صحيح. عشان كده محتاجين حضرتك تصللنا الرب يدينا قلوب تعرف تشكر الشكر اللي يرضى الله، مش الشكر اللي أمين. يرضينا واللي الناس تقول يا سلام الأخ فلان والأخت فلانة دي باستمرار بتقول يا رب أشكرك. احنا عايزين الله يكون راضي على شكرنا قبل أفواهنا، يكون قلوبنا بتشكر الله. اتفضل يا أخ رامي. أمين. يا رب جايين نعظمك وجايين نباركك، جايين نعلي اسمك. أيوة. لأنك صالح ويا الأبد رحمتك. نشكرك لأنك انت اخترتنا يا رب الأول، لأنك وضعت اسمك علينا، لأنك قدرتنا، لأنك أعطتنا الروح القدس يا رب ليسكن فينا يا رب. جعلت منا ملوك وكهنة يا رب، أمور كثيرة يا رب بتقودنا فيها، بتحمينا، بتسندنا، بتباركنا، بتستخدمنا، بترعانا، بتعمل معانا يا رب أمور فيها أكثر جدا وبتعطينا أكثر جدا من ما نطلب أو نفتكر. جايين نعظم اسمك يا رب، جايين نعظم اسمك يا رب من أجل إحساناتك اللي لا تحصى والتي لا تعد يا سيدنا الرب. نشكرك يا رب، نشكرك لأنه أنت بترعانا من أول السنة الأخيرة. أيوة. عينك سهرانة علينا. أيوة. يا رب يا رب مكتوب كده إنه فعلا أنت بتسهر لرعايتنا، بتسهر يا رب. يا عينك حبيبي. مش بتنام إذا كان البشر بينام، ولكن انت مش بتنام اذا كان البشر بينعسوا، انت مش بتنعس. حافظك، حافظ اسرائيل لا ينعس ولا ينام. بنديك كل كرامه ومجد. جايين نقول لك النهارده تعالى علم كل نفس مش بتشكر ومش بترضى انها تعرف
تكون مليانة وتشبع بالرضا. كل نفس يا رب عينيها عليها غشاوة ومش شايفة إيدك ومش شايفة إحساناتك، مش شايفة مراحمك، إن العينين دي تتفتح وتشوفك. كل إنسان مش قريب منك، مش لمسك يا رب، مش حاسس بيك إنه يقرب منك ويحسك يا رب ويلمسك. بنصلي من أجل كل نفس مش مدركة صلاحك يا رب، وقد إيه أنت بترحم يا رب وبترفع، تدرك قد ايه انت صالح ويا الابد رحمتك يا رب. جايين نصلي لكل نفس مليانه يا رب ببغضه، مليانه بتعب، أيوة، مليانه بوجع، انك تملى النفوس دي بسلامك اللي بيفوق كل عقل، يملا قلبهم وفكرهم يا رب فيك. بصلي يا رب، بصلي يا رب من اجل كل امور انت عملتها معانا وعينينا شافتها، وكل امور انت صنعتها وعينينا ما شافتهاش يا رب. عينينا ما شافتهاش يا رب. كتير 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 بتصنع وعينينا مش شايفه، لكن بتغطي المشهد، بتغطي المشهد، بتحاصرنا يا رب، متحاصرنا من كل زاويه، من كل مكان، سور نار حولنا يا رب. نعم يا رب، بشكرك يا رب، بشكرك بشكرك، لانه يا رب انت بتعمل معانا امور يا رب فعلا فكرنا وادراكنا مش بي بي مش هيقدر يفهم ولا يدرك ما انت صانعه معنا. نعم، انه رهيب ايها السيد الرب. جايين النهارده يا رب نحط كمان يا رب بين ايديك الكاميرون يا رب، جايين نحط الكاميرون بكل بالكم المسيحي اللي فيها يا رب، يكونوا مسيحيين هم وليبيريا، مسيحيين حقيقيين، مسيحيين مختبرين، مسيحيين مليانين بالروح، مسيحيين عندهم استنارة استنارة استنارة. جايين نصلي من أجل اقتصاد الدولتين دول، جايين نصلي من أجل سوء التغذية للأطفال يا رب، وإنك كمان يا رب إنك تعرف كل ملحدين، كل عبد الشيطان، كل ناس يا رب بعدين عنك بديانات أخرى، جايين نصلي إنه يعرفوك، يعرفوك، يلمسوك، يشوفوك، عينيهم تتملي بجمالك يا رب. جايين نصلي بقوة اسمك يا رب انك تملأ اجواء الكاميرون وليبيريا يا رب، أيوة بالسماوات أيوة المفتوحة للشعبهم يا رب. جاي بصلي من اجل نهضة، بصلي من اجل عمل روحي تصنعه في البلدين دول، بصلي انك كمان تلهب قلوب المرسلين، تلهب قلوب المرسلين انهم يتحركوا لليبيريا وللكاميرون يا رب، ينشروا كلمتك يا رب، ينشروا النور يا رب، يكونوا بيصلوا يا رب بقوة الروح القدس، أيوة لنفوس تشفى، لنفوس تفكر، لنفوس يا رب يا رب تقبلك وتكتب اسمها في سفر الحياة. بصلي من أجل أن القشور تزال من على عيون القادة وعلى عيون الشعب، يبقوا يكونوا مؤمنين يا رب، مؤمنين حقيقيين يا رب، مش مجرد أعداد بنعدها ونقول 40% مسيحيين و 85% مسيحيين، لكن الأعداد دي تكون أعداد مؤمنين مختبرين، مؤمنين مختبرين باسم يسوع. بنصلي إنه دم الحمل يغطيهم، دم الحمل يغطيهم، بنصلي إن الروح القدس يجتاح الكاميرون وليبيريا، بنصلي إنك يا رب تقيم في هذه في الدولتين دول يا رب حراس يقفوا على الأسوار، حراس يشوفوا الأمور البعيدة، حراس عينيهم تجيب يا رب اللي في قلبك، حراس يا رب يعرفوا يحموا ليبيريا والكاميرون من كل مخططات العدو الخير عليهم يا رب. بنبطل في اسمك كل عيافة، كل عرافة، كل سحر، بنصلي في اسمك يا رب من أجل حرية، حرية لمجد اسمك يا رب، وانك تثبت عملك في المؤمنين يا رب، تثبت عملك بالايات التابعه للكلمه يا رب. بنصلي ان العرج يمشون والصم يسمعون والموتى ويقومون والعمي يبصرون يا رب، وانك تبشر بالسلام المساكين بالروح يا رب في الدولتين دول. مجدك على الكاميرون، مجدك على ليبيريا، مجدك على شعبك في كل العالم يا رب، مجدك على شعبك في كل العالم. عيد للشكر يا رب فيه، بنرفع اسمك وبنعلن انك القدير، القادر على كل شيء يا رب، لكل كرامه، لكل مجد يا سيدنا. امين امين. مبارك اسم الرب، يباركك يا اخراني ويتمجد فيك وفي حياتك وفي خدمتك في اسم الرب يسوع. مبارك اسم الرب. قريت عن طفل كان ماشي حافي، فقير جدا، ما عندوش حذاء، وقف كده في ركن وكان زعلان وبيعيط وبيقول الناس كلها على الأقل عندها حذاء واحد
بس أنا شوية تدخل فيا شوكة، شوية تجرحني إزازة وأتعور، لأني ما عنديش ولا حذاء حتى قديم أقدر أدفي بيه رجلي في الشتاء. وهو بيتكلم لقى حد بيزق طفل مبتورة قدميه، طفل رجليه مقطوعة. فعلى طول أول ما بصيت له قال له: رب أشكرك حتى إن كنت حافي بس ليا رجلين، أنا أفضل بكتير من هذا الطفل اللي ممكن أكون أنا هو وهو أنا، كان ممكن أنا اللي أكون مبتور القدمين، لكن أنت أديتني قدمين أمشي عليهم. أنا مش عارفة مستوى الشكر عندك شكله إيه. زي ما قال لنا القسيس ماجد إن كل ما بيحصل معاه موقف حلو بيحط زلطة يركنها كده علشان يبقى حجر معونة صغير كده يتذكر بيه إحسانات الله. زي ما قال لنا قسيس جوزيف كل ما يحصل معاه موقف يحط ورقة في البرطمان اللي عنده. لكن عايز أقول لك أشكر الرب لأجل ما منع أكثر ما تشكره لأجل ما منح، لأن اللي منعه عنك أنت ما تستحملوش، بس اللي منحه ليك تقدر تستحمله وتشكره عليه. أسيس ماجد، ينفع في دقيقة ونص نقول عددين ترنيم قبل ما نطلع؟ أن الحلقة خلصت. تفضل. قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بسرعة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار، تهضف في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوافيك، دي مرحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوافيك، دي مرحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. إله أبائنا وأجدادنا عهودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، ووعدتنا لسه ما هتاخدنا، بنعلن إن إيماننا فيك، وإن يوم أنكرنا وصاح الديك بنظرة حب دوبنا، وبنرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوافيك، دي مرحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل، يا رب ملكش مثيل. يا فعلا يا رب ملكش مثيل، ليس مثل الله يا يشرون، يركب الغمام في معونتنا والسما في عظمته. إلهنا إله أمانة لا جور فيه يا جماعة، عشان كده يستحق منا كل الشكر
وكل الحمد مش بس في عيد الشكر لكن كل أيام حياتنا على المرة قبل الحلوة. قال اللص كده: أما ذاك فلم يفعل شيئا ليس في محله. نحن كلنا ننال بعدل استحقاق ما فعلنا، بس هو لم يفعل شيئا ليس في محله. هو عارف بيعمل ايه وعارف مصلحتك فين ومصلحتك فين. هنكمل صلاة لأجل الكاميرون وليبيريا. بنشكركم أحبائنا المشاهدين، بنشكرك يا سي جوزيف، ربي يباركك ويبارك حياتك وكنيستك وخدمتك. والأخ رامي، الرب يباركك ويبارك حياتك ويبارك خدمتك في اسم يسوع. شكرا ليك يا أخ فادي، الرب يباركك ويتمجد معاك في اسم يسوع أكتر من كل الماضي. أسيس ماجد، الرب يباركك، وهنعمل زيك وهنحط زلط كده وبعدين نشوف، بس لازم نكتب جنب كل زلط اللي هي صغيرة ما بعرفش أكتب فيها. لا نكتب ورقة جنبها ونقول فعلا كل سنة وانتوا طيبين وانت طيبا. طيب وكل المشاهدين كل سنة وانتوا طيبين، نلتقي بكم انت أنا الرب الأسبوع القادم. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء، والرب معكم ويحفظكم.